ايش صار بلوزة برناندا امبارح؟ خبريني، ما حضرتوش. امي ايش صار؟ جوزته قبلت تجوزه؟ بالحلقة الماضية كنت راب اهلا ما ابدونش. ايه جوزته يعني مش حيله هي وياه؟ سلمي عليها، سلمي عليها. ايش بدك يا دينا؟ دينا 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 هاللزقة بتسلم عليك. ازيك يا تانتي؟ ازيك يا تانتي؟ عاملة ايه وحشتيني؟ بتسلم عليك بتقولي بطلي اكل. يا تانتي والله مبطلة. ايه بتحكي معها؟ مفيش، خبريني كفيلي بالمسلسل. الو؟ ازيك يا تانتي عاملة ايه اخبارك؟ كويسة؟ ايه اخبار ابراهيم امبارح؟ والله يا طنط انا بحاول اتقرب من ابنك بس ابنك مش معبرني على طول. حنان اللي في دماغه، حنان 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 حنان. طب قولي له هو الكلام ده يا طنط، انا بحبه يا طنط وهو مش راضي يوافق بحبي ليه؟ ايش بده رفايات يا عمي؟ انا بحبها لدينا وكامي وبحب الحنان. بعرف ايش بدي اعمل. ليه يا عمي ايش بدي اعمل؟ مين لا دينا ولا حنان؟ ايام طيب بس تبعي حنان تعمل شاي طيب، ودينا بتعمل شاي طيب. ايه ليكي مروان بسلم عليكي. تعال يا مروان، تعال سلم على امي. تعال على ست امبر هوم. تعال خي امبر هوم. خبرك ايش صار بلوزة برناندا امبارح؟ حكيناها. بلوزة برناندا احكيناها. جوزته خوليو جوز اخذ لبيتها. خوليو جوز هيدا ومع نص ساعة. انتبه فاتحين الكنترول نص ساعة اليوم. لك انت؟ نص ساعة. تعالي حنان كلمي حماتي قالت له دينا. طيب يلا موافقة حنان. قومت رفايت قالت له دي مش طب هات هات نحكي بجد عن جد. اكيد انا وياها نص ساعه عم نحكي. اوعى خلاص. كل واحد توب 3 وتوب 2 وتوب 1 بيطلع له نص ساعه. نص ساعه. الو ايه بيي؟ بيي بدي استشيرك بشغله، في مساله خربت لي مخي. بيي مين بنقي، دينا او حنان؟ طيب وبيي خلص، امي بدها دينا وانت بدك حنان. سأل الجيران مين بدهم؟ مين بدهم؟ بصوته ما نصوت. طيب نومينيه لهالاسبوع حنان ودينا تنشوف مين بيطلع معنا وبتجوزوا. الو ايه خيي؟ وهدر نيشان. مين بتجوز حنان او دينا؟ حنان او دينا؟ ليه مش شانتال؟ مين بتجوز حنان او شانتال فات على الخط. لحظة نومينيه انا بنسحب يا جماعة. رفايل انا الاول. شو انت الاول؟ مين بتحكي؟ انا اختاروني الاول. لا اختاروني الاول يبقى انا اللي ليك. ما بعرف حنان ولا شنطه. ما بعرف شو بتعمل. لا انت بتحبني صح؟ بدك تتحملي حنان. بتتعلم اتحملك حبيبي اتحملك. انا بحبك وهستحملك. انت بتبوس علي دلوقتي؟ لا لا ولا ما خصني. شنطه شوف شو بدك تعملي. الولد ده بتاعي. الو دينا مين؟